سهلة بعد زمان. شو رأيك نشرب كاس سوا؟ ليش هيك متوتر ومنفعل؟ لا تخاف لا تخاف، تعال عطرتك. باي. تفضل استاذ. اهلين بالسيد هاشم. تفضل. والله وطلعتي قويه يا كارول، وعندك عيون بكل قرنيه. ما في شيء من واجبك، نحن منحب نهز الورد لحتى نشم ريحته. انت هيك بتهزي الورد؟ حسب نوع الورد. على فكرة جلال عم يشتغل لك شغل حلو كتير. خلص انسى الموضوع، خلينا نحكي بالشغل. كارول انت شو بدك بالضبط؟ انت فينا وبلانا عم تشتغلي، ولهلأ ما قدرنا نمسك عليك شيء. لأني أشطر منكم، قلت لك تعال نتعاون مع بعضنا، مرضيت. شلون يعني؟ جيب لك بنات مثلا؟ هلا مو شرط، اذا قلت لك بدنا نشتغل سوا معناها بشغلك جواد او بالرقيق الابيض اذا سهلي على ابنك اكثر. لا حبيبي، في شغل تاني بنشتغله سوا. شو هالحكي؟ انت في مخك شيء؟ شو بدي اشتغل معك؟ انا بستفيد منك ومن علاقاتك ومن قوتك، وانت طبيعي يعني بتضل بشغلك ونفتح اي مشروع تاني. تبييض اموال مثلا؟ يا سيدي تبييض اموال، وين المشكله يعني؟ ايش وقفت علينا؟ ما كله عم يبيض. كارول اوعك تفكري انه انت بهذا الفيديو تبع جلال انه مثلا فيكي تلويلي دراعي. لا 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 لا، أنا بعرف إنك ما بتنهز بهيك قصص، يعني وين المشكلة؟ إذا نحط السي دي بالإدارة أو نحط بكل بيت بالحارة أو نزل على الإنترنت إنه ضابط بقسم مكافحة الدعارة عم يمارس جنس مع عاهرة، أنا بعرف إنها بتفرق معك. اعملي اللي بدك إياه، أنا كنت نسيانك على فكرة، بس هلا بدي ارجع احطك براسي. ايه مثل ما بدك. تفضل. ليلي. نعم مدام. تركيه يروح، صار بيعرف الطريق لحاله. حاضر مدام. بدلي لي الكاس. قلعوا وراحوا.
معظم الحالات هي نتيجة الفقر أو العوز المادي والعاطفي. وأعقب وأقول أن الكبت الذي يسلطه المجتمع على فئة معينة، مهما كانت هذه الفئة، سواء أكانت فئة اجتماعية أو ثقافية أو دينية، ينتج أحد أمرين: إما نضج هذه الفئة واستغلال الكبت للوصول إلى حلول مثالية للخروج من هذا الكبت بالتميز العلمي والاجتماعي والثقافي، وهذا ما يحدث غالبا في المجتمعات المتحضرة حيث قيمة الإنسان بما ينتج. والأمر الثاني هو أن تؤول هذه الفئة إلى كل الوسائل الممكنة لتنقذ وتحمي نفسها وخاصة من الفقر، فتغرق في مستنقعات ليس منها خروج. وهناك أمر بين الأمرين، هو عدم وعي المجتمع لظواهره الطافية على السطح وتركها تطفو كجثة مقتولة وملقاة في المستنقع. من في عندك؟ عفوا؟ شبك هاشم؟ تعرف هاشم؟ أنا صايرة عم بشفق عليك، دير بالك على حالك. وصلك نسخة مان؟ ايه؟ وصلني نسخة. شو هاد هاشم؟ لتكون مفبركة؟ لا مو مفبركة. إذا مو مفبركة شو هاد؟ شو هاشم؟ كل هذا الوقت كنت عم تلعب فينا يعني؟ لا تكبر الموضوع لك نور، لا تكبره هيك. أنا هلأ تعبان، بكرة بنحكي. عم بحكي معك؟ بكرة بنحكي. عامل لك عم حكيك؟